السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا فيكم أعزائي عن جديد في قناتنا MH2MDTube. اليوم حستعرض معكم برنامج جديد وجميل جدا من جوجل. هذا البرنامج اللي هو ديو، جوجل ديو، هذا خاص في مكالمات الفيديو. طبعا راح تغير رأيك تماما في مكالمات الفيديو من ناحية الكواليتي تبعت الصورة. الصورة جدا جميلة وجدا واضحة وحتعجب الجميع. البرنامج جديد له أقل من شهر وعنده عدد تحميلات حوالي 5 مليون تحميل خلال أقل من شهر في المركز الخامس كتوتال كل أبليكيشن تبعت جوجل، وبالمركز الأول من ناحية عدد تحميلات في وقت قياسي. المركز الأول كان للعبة بوكيمون جو، بس الآن لهذا الأبليكيشن. هذا البرنامج جدا جميل، بتنزله بكل بساطة من جوجل بلاي. مثل ما احنا شايفين هون عندنا 5 مليون داونلود، والبرنامج تقريبا من بداية الشهر الماضي، من بداية هذا الشهر ابتدى معانا من 1 أغسطس، وانا شخصيا بستخدمه بشكل مستمر. يعني طبيعتي انا كمغترب اتواصل مع اهلي، فكتير عجبني البرنامج. طبعا في ميزة في البرنامج انه بحول المكالمة الى صوتية في حال انه الانترنت كان ضعيف ولا انه يقطع عليك الاتصال، وهذا اشي كتير كتير حلو وكتير جميل. برنامج سهل الاستخدام على الاخر، يعني اعداداته جدا سهلة، ما بحتاج منك ايميل وفيرفيكيشن على الايميل ووجعة راس ولا تربطه بالفيسبوك، لا، بس بطلب رقم التليفون. مجرد ما دخلت رقم التليفون خلاص هو هيربط حسابك برقم التليفون، هيبعت لك رسالة تأكيد على كاس ام اس، وخلص هتبدأ تستخدم البرنامج بشكل مباشر. هيجيك هنا الكود، هتقدر تدخل الكود، بس يجيك كاس ام اس. اوكي نستنى، جاني الكود على التليفون 86. اوكي اوكي انكوركت، دخلته غلط، 86 4 2 3 7 3. اوكي تمام، دان خلص. هيك البرنامج اشتغل معنا، ومن خلال الاسماء الموجودة على جهازك حيربطها وياخذ منها الاشخاص اللي موجود عندهم البرنامج، وحتقدر تتواصل معهم بشكل كتير جميل وكتير واضح. طبعا عندك هون بعض الاعدادات تبعت الاهتزاز وتبعت النوتيفيكيشن، واللي بتقدر تعمل كمان بلوكت نمبرز، الارقام اللي عملت لها بلوك. فالبرنامج كتير جميل وبنصح الجميع انهم ينزلوه ويستخدموه. انا طبعا هون مجرد فتحت البرنامج، حيصير مجرد ما صرت تصل باشخاص تحت حيصير يظهر عندك الاسماء الاشخاص انت اتصلت فيهم. فبنصح الجميع يستخدمه، والجهاز ما بيأثر على الجهاز من ناحية تعليق، لانه اصلا جهاز رسمي بشكل خاص انه هو من جوجل، من شركة جوجل اللي هي اصلا مصنعة نظام الاندرويد، فمتلائم مع النظام بشكل كتير ممتاز. وهيك الاسبوع هذا بنكون خلصنا معاكم، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ان شاء الله بنتمنى انه نلاقي فيه ردود افعال منكم، وان شاء الله لايك وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.